ديرها. يعني اليوم حنا بصدد التفكير والدراسة بالنسبة لتعديل مدونة الأسرة، بالنسبة لتعديل القوانين وفق توجيهات الخطاب الأخير صاحب الجلالة بخصوص مغاربة العالم. نحن إن شاء الله سوف نعمل على هذا الموضوع الماء بواحد تفكير جيد، وسوف ندفع في اتجاه يعاد النظر. نعم ندعم الفلاح يعني بكل، ولكن أن يعاد النظر بالنسبة لبعض الأنواع نتاع الخضروات والفواكه اللي تتستهلك بزاف ديال الماء، وأن ندفع في اتجاه حكمة جيدة وحسن تدبير هذا يعني الثروة المائية اللي ما عندها ثمن. بالنسبة الموضوع الاستثمار هو الحل الوحيد في المغرب إلى بغينا نمشي نقلبوا على مداخل الـ يعني الدولة على مستوى الميزانية. لا يمكن، وهادشي قلنا هي البارح نهضروا فيه، لا يمكن أن نستمر في البحث على هوامش في الميزانيات باش نقلبوا ونزيدوا شوية الضريبة من هنا ولا. الحل ماشي في الضريبة بوحدها، ثم الاستثمار هو مفتاح الشغل، هو مفتاح السعادة، هو يعني مفتاح الكرامة. ف لابد أن ندعم المقاولة المغربية صاحب جلالة، ركز على ذلك، ركز على ذلك على القطاع الخاص وعلى اعتباره يعني حيوي ومهم، وركز على وضع واحد الجاذبية اللي غتجعل أن المستثمر الأجنبي غادي يعجبوا المغرب ويجي. طبعا هم راه يعجبهم، ولكن خصنا نقلبوا لهم على بعض الامتيازات اللي غتحفزهم ويجيو. طبعا المغرب تبارك الله بلد امن، ما كاينش الحمد لله، ف يعني وكاين استقرار سياسي، وهذا بفضل الدوله العلويه اللي جابت يعني دائما اوراش اجتماعيه كبيره. الدوله الاجتماعيه راه عندها امتداد عبر القرون، وصاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره ويطول عمره جاء بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جاء بواحد العدد المشاريع هادو آخرهم موضوع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. إذن أوراش كبرى اجتماعية اللي ما يمكن إلا ترجع بنفع البلاد. احنا دائما سعداء، واليوم سعداء بصراحة أكثر وأكثر وأكثر، لأن صاحب الجلالة بالحضور ديالو بالخطاب الرزين بالابتسامة ديالو أعطى واحد يعني واحد النشاط راه ما تصوروش بصدق. كل شيء الناس اليوم ناشطين بواحد الشكل كبير جدا، لا غرابة في الموضوع، فقط صاحب الجلالة تفضح هذوك الأعداء نتاع الوحدة الترابية وهذوك المصيبة ديال اش غنقول لكم السماسرة في المستوى الدولي في قضايا راكم تتعرفوها. فإن شاء الله الرحمن الرحيم دائما غتبقى اللحمة والعهد ما بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. ويهمنا إسعاد والحفاظ على كرامة المواطن، ويعني عاش المغرب والله يسخر ويجيب تيتي.